مع البلون حتى هو يا سلام كيجي كيحمق. ومازالين البنات خدامين ليكم فيه بزاف د لي كيمونو اللي غيكونوا بالعقيق. يا خساره يا خساره ان التصوير ما كيبينش ليا الموديل كيفاش راه داير. هذا البنات كيجي هكا بلا سانتور ديالو، تقدري تحزمي عليه كما انك تقدري تحلي الحزام. انا غنحيدو لكم دابا. وهذا تبارك الله راه غني على التعريف، عندي ديجا خدمته ليكم في مرات بزاف. الكحل ديالهم البنات راه كحل فونسي، راه غير في التصوير بعض المرات ملي كتقرب الضو كيبهت اللون. السلام عليكم ورحمه الله، معكم ايمان مستعيد، رجعت لكم في هذا الفيديو الجديد اللي كنتمنى من الله يا ربي انه يلقاكم دائما وانتم في احسن احوالكم. فيديو جديد، موعد جديد، ولقاء جديد. الغزاله ديالي رجعت لكم اليوم فيديو جديد وكفيديو اضطراري لبزاف الاخوات اللي خداو من عندي جليبات وقالك ايمان والو غير حطي لينا لي كيمونو نشوفو شنو واجد، حيت خداو جلالب وكيتسناو حتى يشوفوا لي كيمونو باش هكا يكون الشحن على مره وحده. قلت لكم باللي بزاف منكم تقدري تكوني انت وحده منهم كتسناو لي كيمونو، قلتي لي غير حطي عفاك نشوفو شنو كاين باش هكا اللي بغات دير الشحن. كاينه اللي باقا باغا تاخذ الشال وباقا باغا تاخذ الصباط وهذه وهذه، المهم كاينه اللي كتبغي تاخذ على تيسع. فانا لبيت لكم الطلب ديالكم ووعدتكم انني غادي نحطو لكم. فاليوم اول فيديو في لي كيمونو، شي حاجه شوفوا بلا ما ندوي بزاف، شي حاجه داويه على راسها تبارك الله ما شاء الله. اول حاجه غنبغيك تخلي لي لايك وتبارطاجي هذا الفيديو مع الناس والحبابات والصحابات ديالك اللي تبغيهم يشوفوا هذا المحتوى هذا. ونبغي نقول لكم باننا مازالين، حيت بزاف جاونا هاد لي ميساج ايمان واش مازال جديده، مازالين خدامين لكم في جلالب البنات ان شاء الله. الله يعطينا ويعطيكم الصحه والسلام في الوقت. راه مازالين خدامين لكم في الجديد ومازال كاينين دفعات اللي هما فنين دو بياس اون سول بياس، مازالين لي كيمونو من غير هادشي غنحطو اليوم، يعني مازال ان شاء الله. راه حنايا الله رمضان باقي ما وصلناش فيه حتى النص، فمازال ان شاء الله ومازال الوقت حتى بالنسبه للاخوات اللي برا وكيبغيو يوصلهم السلعه على تيسع، راه مازال عندكم الوقت يعني فين تختاروا فين تشوفوا. يلا نبداو بسم الله وبالصلاه والسلام على رسول الله. غادي نبداو دائما نلبس لكم اول موديل لان لقيت الناس بزاف كيتفاعلوا مع الحويجات اللي كنلبس فكيبغيو يشوفوهم ملبوسين. نبداو في لي ديتاي بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. غادي نبداو اول حاجه البنات غتشوفوا معايا الكيمونو ديال اليوم في المبرة حرير، عندنا البنات مبرة حرير. هذا البنات كيمشي دو بياس وكيمشي حتى اون سول بياس، يعني على حسب انت شنو بغيتي وشنو هو الاختيار ديالك. هنا البنات كيجيو افتحات في الجناب، هذا البنات الكحل التحتاني كحل في الكريب دو سوا كوريا البرومي شوا، والفوقاني البنات في المبرة حرير مبرة غزالة حرير البرومي كاليتي حتى هي البنات، ماشي المبرة الغليظة، هذه مبرة حرير حرير ورقيقة البنات. شفتوا كيجيو هنا عقيدات دايرين الكحل في الكحل، كتجي هنا هاد الطريزة وكيجيو الكميمات البنات على هاد الشكل عامرين بهاد الطريزة هادي اللي جا صراحة جا موديل رائع راقي وغتلقيه بطبيعة الحال غير عندي. شوفي معايا الكيمونو كيفاش جا، يا سلام كيحمق البنات. شوفوا معايا غزالة فن مناخبي شي حاجة طب طب لي كيمونو عندهم اقبال من عندكم بزاف، وانا هاد العام وفرتو لكم في بزاف ديال لي جوا. شفتوا البنات كيجي طوب غزال، وغنعطيكم حتى لي طايل اللي متوفرين فيهم. شفتو طوب شي حاجه غزاله البنات، شي حاجه ادميه، شي حاجه راقيه، شي حاجه كتحمق. البرومي شوا عطيتك في الملي في المبره، مبره حريره البنات ورقيقه، راه ماشي غليظه هذه راه رقيقه البنات. وبالنسبه حتى الكريب الكريب دو سوا كوريا البرومي شوا لوينات غزالين، لوينات غزالين. شوفوا معايا الديتاي ديال الخديمه، درت لكم هكا لي مانش عامرين وسليتها من هنا وسليتها من هنا، شي حاجه طوب يا سلام. كاين في هذا اللون البنات وكاين بحالو، هذا فيه متوفر فيه جوج حبات، يعني ما مازال ما غنحطش فيه مازال لانني وفرنا فيه غير جوج بياسات. ها نتوما البنات شفتوا كيمشي هذا كيمشي بهذا الغوز، هذا فيه غوز فوشيا وهذا كيمشي واحد شويه بخضيطه، نفس البنات نفس ستيل نفس الديتاي فيهم بجوج. شوفوا معايا الطريزه كيفاش كتجي فيهم، غزاله طريزه واعره البنات، طروز بالتونسي شفتوا كيحمق الديتاي ديالو
وبالنسبه ليها البنات كيمشي بالتحتاني ديالو، وتقدري تاخديه بوحديتو يعني على حسب لو شوا ديالك انتيا. فالصحه والراحه. هذا البنات كيجي بحال هكا، حتى هو بحال هذا اللي لابسه انا نفس الشكل، غير هو دابا ما غيرصاش ليا في العلاقه، خاصه يكون ملبوس بحال هكا باش يبان لكم. شفتوا شي حاجه فنه. بالنسبه للبنات اللي بغات تاخذ اون سول بياس، يعني غتاخذ غير فوقاني، غيطلع ليها ب 850 درهم، واللي بغات تاخذ الكيمونو اونصامبل غيطلع ليها ب 1100. الكريب دو سوا مع المبره حرير ومبره رقيقه، شي حاجه يعني كتلبس دومي سيزون، شي حاجه العام كامل. وبالنسبه للصاله البنات، صاله مخزانيه كتيفات طايحين، شفتوا صاله مخزانيه كتيفات طايحين، شي حاجه غزاله غزاله غزاله. صحه والراحه. ندوزو للموديل الثاني. بالنسبه للي طاي عندنا الان الال اكس ال والدوبل اكس ال، يعني غير تواصلي معايا اعطيني لا طاي ديالك اللي كتلبسي باش نخلي لك الكيمونو سكرين وتواصلي معايا بهاد النمره هذه اللي الفوق. مرحبا بكم في الموديل الثاني. اما بالنسبه للموديل الثاني البنات، كيف ما كتشوفوا جبت لكم هذا الموديل اللي ديجا كنت خدمته لكم، كان تبارك الله لقى اقبال واعجاب من عندكم، خدمته لكم هذا العام حتى هو في الفولو او لا في المبرا دو سوا، شي حاجه حرير، شي حاجه طومبيط ديالها طايحه كتحمق. دومي سيزون البنات كتلبس، يعني كتلبس العام كامل فواحد الطريزه غزاله. شوفوا معايا الطريزه كيفاش دايره فنه. هذه الطرزه تاع البنات في الصم، ضفيره حتى هي في الصم، افتحات في الجناب. شوفوا معايا لي ديطاي، افتحات البنات في الجناب بحال هكا كتجي، افتحه من هنا وافتحه من هنا، حتى هو كيمشي اون سول بياس اون سول بياس، وكيمشي حتى دو بياس، يعني على حسب التحتاني البنات كيمشي في الكريب دو سوا كوريا بروميير شوا. والكحل ديالهم البنات راه كحل فونسي، راه غير في التصوير بعض المرات ملي كتقرب الضو كيبهت اللون، ولكن هو كحل 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 غري كيف كان كيف كنقولوا البنات. انا هبطت لكم التصوير غير باش تشوفوا الديتاي. كيجيو دائما عقيدات في التحتاني، الفوقاني عقيدات الصم عقيدات كحلين، وكيجي بحال هكا شي حاجه فنه طوب طوب طوب. وهذا تبارك الله راه غني على التعريف عندي، ديجا خدمته ليكم في 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 مرات بزاف، ولحد الان باقي الناس كيسولوا على هذا الموديل. هذا علاش قلت غنخدمو ليكم حتى هذا العام هذا في المبرا. كاينه البنات في هذا اللوين هذا دائما كيمشي نفس الثمن البنات، وثمن ريزونابل بالنسبه لا كاليتي ديال الثوب وديال ديال ديال الطرزه ديال الخدمه خياطه كل شيء البنات. وكاينه البنات في هذا الشكل دائما كان القياسات عندنا من ال اكس ال دوبل اكس ال، وكاينين لي طاي الام ولكن قلالين واحد شويه في هذا الكحلين. انا غنوريكم لي طاي الام فين كاينين كثارين في موديلات اخرين دابا اللي غادي ندوز معكم الى ساعفني الوقت. شفتوا كاينه البنات في هذا الغويز، نطلع لكم الكاميرا. شفتوا البنات كاين في هذا، هذا ماشي غوز، الوريضات ديالو اللي بالغوز. شفتوا انا عندي هنا وريضات بالسيال وهذا فيه وريضات بالغوز. كنخدم لكم خدمه دياريه، خدمه ديال المحل، ما كنعطيكمش خدمه ديال السوق، راكم عارفين الحمد لله المتابعات ديالي هما عارفيني باش كنخدم ليهم وشنو كنعطيهم. شي حاجه فنه راقيه غزاله كتحمق، تلبسيها نهار العيد، تلبسيها في خرجات، تلبسيها في عراضات. هادشي ولا كيتفضل بزاف بزاف مؤخرا، على هادشي ولا كيتفضل على على الخفاطن، يعني هادو كيجيو بخاتي تلبسيهم في العيد، تلبسيهم في عراضات، تلبسيهم في مناسبات، تلبسيهم في الخدمه، ما عندكش مشكل. بالنسبه للبنات كلهم كيمشيو في صاله مخزانيه، يعني كتيفات طايحين. هذا علاش كنقول لكم لي طاي راه كيلبسوا لي طاي تبارك الله كثار، لان في صاله مخزانيه ماشي في صاله واقفه. الا كانت في صاله واقفه غير خصنا نديرو التدقيق في العبار، ومع ذلك راه ما غاديش نصيفط لك الحاجه حتى ناكد معاك العبار ديالك ونعرفك مزيان شحال كتلبسي في الصدر، شحال كتلبسي في الكتاف، في لي هونش، في الكميمات، عاد نصيفط لك الحويجات ديالك. يلا البنات ندوزو للموديل الثاني، لا الثالث، الثالث ان شاء الله. اما بالنسبه للموديل الثالث البنات، شي حاجه غزاله، شي حاجه طوب، لا كاليتي كتحمق دائما، لا كاليتي واعره، وشي حاجه طوب طوب. يا سلام. للاشاره قبل ما نبدا معكم العرض ديال الموديل الثالث، هذا راه مازال فيه بزاف ديال الالوان، كاع اللي طاحت لك في بالك على الالوان مازالين كيوجدوا، راه بزاف، راه ما كنتش باغا نحطهم، قلت خليت نكمل الالوان، ولكن مني شفت هاد الطلبات كاملين فقلت خاصني ضروري نحط لكم. فبزاف الالوان، يعني راه غادي مازالين فيهم الالوان وفيه لي طاي، واخا تلقايهم تقاداو ولا شي حاجه مازال نخدموا فيهم. يلا البنات شوفوا معايا، مازال خدامين فيهم ماشي نخدموا فيهم. شوفوا معايا بالنسبه لهذا الموديل هذا الرائع الغزال، شوفوا معايا
هذا البنات كيجي كيجي هكا بلا سانتور ديالو، تقدري تحزمي عليه كما انك تقدري تحلي الحزام. انا غنحيدو لكم دابا، شوفوا معايا كيجي افتحات في الجناب، كيجي مبطن بحال هكا، كتقدري تقلبي الكميمات ديالك بحال هكا، كيجي يا سلام البنات، هذا كيجي رائع. الكاليتي البنات كنعطيكم جوده توب توب، البروميير شوا في لاكاليتي ديال التوسي، لا الكريب دو سوا كوري بروميير شوا، دومي سوا في هاد لا كولور اللي كندخلو لتحت لتحت، وعندنا المبره الغزاله اللي حتى هي البروميير شوا. شوفوا معايا الطريزه ديال المعلم، زواق المعلم مخدومه هكا. بالنسبه للي ما بغاتش، انا صراحه ما كنرتاحش في هاد الحزامات وهادشي، انا نبغي نلبس الكيمونو محلول بحال هكا، لانك صراحه باش تبقاي حره تبقاي اليز ما كتبقايش مبسطه، فهكا انا نرتاح معكم دابا. انا هكا نرتاح معكم، شفتوا غزاله طوب 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 طوب، هذا الموديل غزال، وبزاف الناس اللي سولوني عليه وكنقول لهم راني كنوجدو، يعني عنده تبارك الله عنده حتى هو طلب وعنده اقبال من عند الناس، شي حاجه غزاله، الكحل في الكحل، وكندخلو لتحت بزاف ديال الالوان. بالنسبه للبنات لهذا التحتاني غتلقاو عندي في بزاف ديال لي كولور، يعني شوفي اللون اللي غيخصك راه غادي تلقيه عندي ان شاء الله. بالنسبه للبنات لهذا الموديل الثالث اللي فيه ثلاثه ديال التواب، غنديروا لكم الثمن الثمن اللي هو يعني مرفق لكم، وبالنسبه حتى حنا ما نضيعوش في السلعه ديالنا، كلشي بروميير شوا، كلشي كاليتي غزاله. شوفي على عينيك شي حاجه فنه، شوفي معايا خدمه ديال المعلم، الكحل في الكحل، خدمه توب مندويش على التوسي، المهم شي حاجه فنه. ويا خساره يا خساره ان التصوير ما كيبينش ليا الموديل كيفاش راه داير. بزاف البنات غزال كيحمق. وبالنسبه للبنات هذا الموديل هذا عندنا فيه اليوم ثلاثه ديال الالوان ريتاما، نكملوا لي كولور الاخرين لي طاي من الام اكس ال دوبل اكس ال، بالنسبه ليهم راه كلشي كيمشي مخزاني، لي كيمونو ديالنا كلهم كيمشيو مخزانيين. هذا البنات في البلوغوا 3 بياس، دائما كنبقاو 3 بياس. وهذا يا لاله الحزام، شوفي الحزام شحال طويل، حزامه راه طويله، يعني كتحزمي عليه جوج ديال المرات ومازال الحزامه تبارك الله طويله. عندنا الكريب دو سوا كوريا، كريب دو سوا كوريا بروميير شوا، عندنا الدومي سوا، وعندنا المليفه البروميير شوا في المليفه موبرا حريره. البنات كنعطيكم حاجه كاليتي فنه راس السوق كيف كنقولوا. هذا في البلوغوا البنات، التحتاني ديالو في البلوغوا، هذا اللي لابسه انا في الفوشيا. نعطيكم لون ثالث ريتاما، كملوا الالوان الاخرين اللي كيوجدوا لكم، كاينين بزاف د لي كولور. اللي بغات تحجز اللي لقات لي كولور سالاو وبغات تحجز مرحبا، تواصلي معايا في الواتساب باش نقول لك الالوان ان شاء الله اللي غادي باقيين ان شاء الله. هذا البنات واحد لو موف، شوفي معايا الموف ديالو حتى هو فن كيحمق، واحد الموف فيه غزال، نفس الديتاي كيمشي البنات 3 بياس. بالنسبه لهذا البنات هذا الموديل كيمشي، غنخليه لكم ثمن رمزي اللي ما كاينش في السوق نهائيا، اللي هو 1300 درهم. 1300 كنعطيك الكاليتي وكنعطيك حويجات شي حاجه ديال تحمير الوجه. يلا البنات نمشيو، نمشيو دابا البنات بسرعه الموديلات اخرين، نحيدو علينا نواغ دابا، محبه نواغ درت لكم يعني لو شوا كبير فين تختاروا، نمشيو الموديل اخر. اما بالنسبه للموديل الثالث البنات ولا الرابع ولا ما عرفت فين وصلنا، شوفوا معايا تبارك الله ما شاء الله، واحد الكيمونو داوي على راسه بلا ما ندوي عليها. شوفوا معايا كي داير كيحمق طوب 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 كيحمق. شوفوا معايا الديتاي، شوفي اختي الزاز، شوفي اختي الجمال، شوفي تبارك الله ما شاء الله. نهبط لكم باش تشوفوا لي ديتاي ديال الموديل، شوفي شوفي معايا يا لالا تبارك الله ما شاء الله، شوفي الكيمونو كيفاش داير، شوفي يا اختي شوفي غزال طوب البنات. انا هذا البنات طويل عليا صراحه، طويل عليا هو كيجي الى خاصو يجي لحد في القد، هذا راه طويل عليا، غير سمحي لي اللي غتاخذو لبستو ليك، ولكن غير باش تشوفوا الموديل كيفاش داير. شفتوا البنات كيجيو فيه فتحي في جناب هكا طوالين، كيجي هكا دغوا، كيجي هابط دغوا، كيجي على هاد الشكل، كتجينا هاد الطريزه في لي مونش، كتجينا هاد الطريزه هادي البنات في لي مونش، الكميمات كيجيو هكا مقبوطين، وكتجينا هاد الطريزه الغزاله حتى هي في لي مونش حلوه غزاله. الفوق التحتاني راه تقدري تخرجي ليه الكم ديالو الا بغيتي بحال هكا، ولكن انا كنفضل انه يبقى هكا
بحال هكا تخرجي غير هذا، شفتوا كيجي طب 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 طب، موديل رومي، موديل غزاله البنات. هذا حتى هو البنات متوفر لكم في بزاف الالوان. اليوم نحطوا لكم غير في ثلاثه الالوان ريتاما، نكملوا باقي الالوان ان شاء الله. غزال كيجي كيحمق، شوفوا معايا طب، شفتوا الكريب دو سوا البنات. هذا فيه بصاله واقفه، عندنا الكريب دو سوا كوريا بروميي شوا، عندنا لا موسلين اللي درت لكم من الفوق، لا موسلين هي اللي عطات هذا لوغوفلي هذا الغزال. وعندنا طريزه هكا في الكميمات، موديل غزال، موديل راقي، كتلبسي بوحديتك يا للا وكتعرفي ما تلبسي. بالنسبه لهذا البنات عندنا فيه ثلاثه ديال الالوان. اليوم عندنا هذا اللوين، هذا كلشي غتلقاو البلون كاسي لتحت، غير هو الفوقاني اللي دائما غيبقى تلقاو الاختلاف فيه. نفس الديتاي هذا الفوشيا البنات، شوفوا معايا الفوشيا مع البلون، حتى هو يا سلام كيجي كيحمق. ومازالين البنات خدامين ليكم فيه، شفتوا افتحات طوالين كيجيو. هذا كيجي دغوا البنات، كيجي هابط دغوا، افتحه من هنا ومن هنا. وعندي لكم لي طاي صغار، الناس اللي كيسولوني دائما على لي طاي صغار حيت صراحه ما كنديرهمش بزاف، عندي لكم فيه بزاف لي طاي صغار حتى هما بالصحه والراحه. شي حاجه غزاله، موديل كيحمق البنات. عندنا هذا فيه 37 في الكتاف، 57 في طولكم، 27 في الصدر، 30 في لي هونش، و عفوا 26، عندنا 26 في الصدر و 29 في لي هونش، مترو 38. دائما البنات طول قابل للزياده وقابل للنقصان، شوفوا شحال كنخليو لكم لتحت ديال العطفه اللي تقدري تنقصي تقدري تزيدي كيف ما بغيتي. عندنا في هذا اللون، وعندنا في هذا اللون هذا البلوغوا محبوب الجماهير. شوفي معايا البلوغوا ديالو كيفاش داير، حتى هو نفسه. هانتوما البنات راه تحتاني القفطان راه بالكم ديالو، شفتوا هذا غير ما ملبساهش دابا، ما داخلش لكم لداخل، راه نفسه. شفتوا معايا، شوفوا الطريزه كيفاش كتجي غزاله، الطريزه فيه كتحمق فنة. وبالنسبه للديتاي ديال الموديل ها هو هذا، كيف ما شفتوني كيف ما عرضته لكم ملبوس. شي حاجه البنات رائعه، شي حاجه غزاله، شي حاجه كتلبسيها بوحدك حصريا بالصحه والراحه، شي حاجه فنه. بالنسبه لهذا البلوغوار عندنا فيه 40 في الكتاف، 59 في طولكم، 29 في الصدر، 30 في لي هونش، مترو و 37. هذا مترو و مترو و 43. هذا البنات كيلبس الاكس ال، والغوز كيلبس ال، هذا اللي لابسه انا يلبس ما بين الام والال، ولكن صراحه ال مزيانه ليه، هذا ال مزيانه. بالنسبه للبنات الثمن اللي دائما انا كنقول لكم غير كتنساو، هادو البنات دايرين 950، الكريب دو سوا بروميي شوا زائد لاموسين من الفوق زائد تريزا زائد الموتيف، المهم الموديل كله جديد. فبالصحة والراحة، الفيديو الجاي البنات غنعطيكم لي كيمونو بالعقيق، نعطيكم نبدة منهم أولا نظرة منهم، كاينين بزاف ديال لي كيمونو لي غيكونو بالعقيق إن شاء الله وبزاف ديال الألوان إن شاء الله بحول الله. تال هنا غنبغي نقول لكم سلامة، كنتمنى من الله أن الفيديو ديال اليوم يكون نال الإعجاب ديالكم. نتلاقاو في الفيديو المقبل وإلى اللقاء.